في الدقيقة الأخيرة وبعدها سينهي أطوار هذه المباراة. الكل يطلب من الفوزي شوشي تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن فوزي شوشي لم تمنح له الركلة لأنه عن طربوشريت يتقدم. عن طربوشريت ويسجل الثالث، عن طربوشريت يسجل الثالث لصالح المولودية في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، لصالح المولودية التي سجلت ثلاثية ومثلها من النقاط تقربها أكثر وتساعدها أكثر في جدول الترتيب. الخطارة منتصف المرمى بكل ذكاء تمكن عن طربوشريت من إضافة الثالث للمولودية، وبعدها الحكم مصطفى غريب سينهي أطوار هذه المباراة لصالح المولودية التي لم تسرق هذا الفوز. صحيح لم تسرق هذا الفوز، وكذلك في هناك فترات لصالح شباب قسنطينة والأخرى في المرحلة ربع ساعة الأول، نعم لصالح مولودية الجزائر، والمولودية الجزائر عرفت تستغل الفترة اللي كانت في صالحها وسجلت على إثرها أهداف. لما نشوفوا مجريات المباراة نقولوا أن المولودية سيرت المباراة كما ينبغي. ثلاثية من الأهداف ومثلها من النقاط لصالح المولودية التي تحتفل بلقب كأس الجمهورية بهذه الصور الجميلة يحملها فوزي الشوشي. شكرا لكم أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم على حسن الإصغاء والمتابعة. الشكر موصول أيضا لمصطفى مازا محلل التلفزيون الجزائري والحفلة الرقمية HD5 التي قادها الزميل المخرج يزيد بلكوت. نلتقي في فرص أخرى بحول الله، والعودة الآن إلى الزميل مسعود شيشة في الاستوديو المركزي. سلام.